السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشباب. اليوم راح نشرح كيف ممكن تشحن آلاف الجواهر على تطبيق فيجو لايف مجانا. كل ما عليك انه تضغط على زر لايك واشتراك في القناة وتتابع الفيديو للآخر. يلا خلونا نبدأ. وكما تلاحظون هذا حسابي ليس به أي جواهر ولا أي شيء. راح أجرب الطريقة عليه. أول شيء شباب راح ندخل على هذا الموقع appsgain.club/vigo. فقط اضغط على الرابط بأول تعليق وراح يفتح معك. أول خطوة شباب راح نقوم بكتابة اليوزر نيم الخاص بحسابنا، وبعدها راح نضغط على connect. وهون شباب راح نختار عدد الجواهر اللي نريد نزيدها على حسابنا، وبعدها نضغط على generate، وهنا نضغط على yes. هون شباب بننتظر شوي لحتى ما ينجح الموقع في الاتصال بالسيرفرات الخاصة بالتطبيق. وهون شباب بتطلع لي رسالة بتقول انه لازم نكمل احد العروض علشان نثبت انه انا انسان مو برنامج روبوت. بنضغط على verify. بنضغط على أي عرض من العروض ونقوم بإكماله. وطريقة إكمال أحد العروض سهلة جدا شباب. كل ما عليك هو تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك، وبعدها بتنتظر شوية راح يوصلك كود على هاتفك. تقوم بكتابة الكود اللي وصلك في الموقع. طبعا العروض بتختلف في كل بلد، لكن ضروري جدا إنه تكمل أحد العروض، لأنه إذا ما كملته ما راح تنجح معك الطريقة. انا راح اكمل احد العروض وبرجع ليكم. والان بعد ما انتهيت من اتمام احد العروض شباب، خلونا نفتح تطبيق بيجو ونشوف اذا حقا نجحنا في شحن الجواهر. وكما تلاحظون يا شباب الجواهر بتزداد والطريقة شغالة 100%، يعني أنا الطريقة مجربها أكثر من مرة والطريقة مضمونة وشغالة وآمنة تماما شباب. كل ما عليك إنه تتبع جميع الخطوات وراح تشحن آلاف الجواهر مجانا. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.